بسم الله الرحمن الرحيم. عقيد متقاعد قوات مسلحه مجد عنتر عضو مجلس امناء الثوره. دلوقتي احنا كنا شبابنا كان عسكر هنا امبارح وبقى لنا يومين من العسكريين في المصانيه بدون اي ازعاج بدون اي قطع طريق ومنرجع والمرور ماشي وكل حاجه ماشيه. جم البياعين احنا طلعناهم من حوالينا عشان ما يقعدوش في وسطنا عملنا بينهم بعض سور. البياعين اتريهم واخدين فلوس وقبضنا على واحد واخد فلوس وسلمناه للجيش بيقول انا واخد 10000 جنيه. بداوا يهجموا على اهالي الشهداء والمعتصمين باسلوب مش لطيف وابتدوا يضربوا فيهم. طبعا الناس بقت اللي ما يجيلهم حاجه بيرجعوا عليهم تاني. فالنهارده بحاولنا ندافع ان الناس بتدافع نفسها ومش حاسين بالميدان انه يوم 8/7 الشعب كله بيطالب بحقوقه. اذا كانت الدوله مش عارفه تجيب حقوق مش عارف يجي ياخد حقوقه تاني. دي ثوره مش مظاهره ولا ناس طلب مطالب فوقيه. في مطالب انا اللي قدمتها يوم 11/2 المجلس العسكري الاعلى 11 مطلب. ايه هو المطالب الاساسيه لم ينظر اليها؟ اما المطالب الثانيه ينظر. احنا مش نازلين عشان نحاكم مبارك وعنوانه، احنا نازلين عشان نبني بلدنا. اما مبارك العدل هياخد حقه معاه، العدل الحر مش العدل الحر مش العدل البطيء، العدل اللي يعرف العدل، لان بطء العدل نفسه ظلم. اذا كان في عدل يبقى العدل سريع عشان العقوبه نفسها اذا اوجلت فاصبحت ظلم في حد ذاته. انا بتكلم في امور. اما اذا كان مشكله في بناء غرفه عناية مركزة في الاسم ترى احنا مش قاعدين الشعب كله وكل واحد طلع جنيه هنبنى اعظم غرفة في العالم للحرمية ورئيسهم. مش مشكلة هل المجلس العسكري او الدولة عاجزة لبناء غرفة عناية مركزة في سجن ترى ودخول الزعيم بتاعهم فيها يحاكموه زي ما حاكموه بقى. احنا مش هنقول الناس رايحين جايين تأجيلات. التأجيل في حد ذاته ظلم. اذا كانت في نية المحاكمة ايوه اذا كانت في عدم نية المحاكمة ده موضوع تاني. احنا مش ده هدفنا. هدفنا ان احنا يكون في بلد ديمقراطيه حره. اذا كان المجلس اعلى قوات مسلحه ماشي بهذا النظام فهو احنا بنعفيه من هذه المسؤوليه. انا واحد من الناس بعفيه من المحرج ووقفت في الميدان قلت انا هشكل مجلس رئاسي اسمائه ناس محترمه وعلى ووطنيه تحمي بلدنا وتبنيها. احنا محتاجين 3 ل4 سنة لتنظيف البلد وبناء قاعده سليمه وبناء الاحزاب تاخد دورها والشعب يفوق ونبتدي مشروعات قوميه عظيمه. اذا كان احنا احمد زول بنشروع قومي هو البحث العلمي احنا معاه، لكن مشروعنا القومي وامننا القومي سينا. سينا فيها البترول، فيها المعادن، فيها الرمله، فيها الارض الزراعيه، فيها السياحه، فيها كل المعادن النادره والاحجار النادره. سينا تجمي مصر. علاوه على المشاريع الاخرى احياها، لازم في مشروع قومي الناس تلتف حوله ونبني مصر. مشروعنا القومي حاجتين، بناء الانسان مصر واعادته الى الهيكل المصري قبل هذا الظلم والاحتلال اللي تم على المصريين من المصريين وبناء بلدنا. غير كده يبقى احنا بنظلم نفسنا وبنضيع وقت اللي يوم يفوت علينا بألف سنة فيما بعد. اتمنى ان المجلس الاعلى لقوات المسلحة اذا كان في حرج بينه وبين اي حد احنا بنعفيه، يا اما يقعد هو رمز ويسيب لنا بلد حكومة احنا ونمشيها. يعتبر رمز ونحترمه ونقدسه، لكن رمز ليس له اي علاقة بالبلد. احنا اللي بقى ننظمها واحنا اللي نعمل كل حاجة، ولو انا احنا بنعمل حاجه غلط يتدخل. انا بقول احنا عايزين نبني بلدنا ونبني انسان مصر قبل اي شيء. نبني بلدنا بناك عظيم، مصر عظيمه مش فقير مش فقير لفزعت الفقر ولا فزعت الجوع ولا فزعت. احنا بلد واحد وايد واحده. الفرتجيه المرتزقين اللي بياخدوا فلوس مرتزقين بعتهم دولت احنا قلنا الشباب قال اللي هيدخل فيهم مش هيرجع وده حقهم بقى. اذا كان اللي باعتهم عارف اديله 10000 جنيه عشان يموت احنا بندافع نفسنا. وحتى في الدين يقول لك حد الحرابه يا اخي. احنا واقفين في مكان لا بنعيق حد ولا بنضيق حد، احنا بنطالب بحقوق حقوق مشروع. المجلس العسكري ما بيعملش اي خطوه الا بعد مظاهر. هل احنا هنعدي حياتنا مظاهرات ونزور بيوت؟ ما ينفعش. ده التعبير عن الراي دوت المفروض في حاجه واحده صغيره، لكن كل حاجه تعبير راي ما ينفعش. انا بعفيه عن المسؤوليه اذا كان في حرج عنده. انا واحد من الناس من الشعب هو بعفيه، الشعب بيعفيه. ونشكل مجلس سياسي يقوم بدور مهم في البلد. المحاكمات مش هدف ولا الدستور هدف. بناء البلد وبناء الانسان هو الهدف الاساسي في البلد. وشكرا. اي امر سعادتك.